السلام عليكم. خير. سلام لاباس. سلام. سلام. تقدموا لنا شكون الاخوان، منين جيتوا؟ من باب الصحراء قلمين. اه شنو جيتوا تعرضوا هنا؟ جينا نعرضوا، حنا كنديروا التبوريده. اه التبوريده. والمرة الخامسة فاش جيتوا دابا؟ الخامس. المرة الثالثة دابا اللي كنجي. العام الثالث. تبارك الله عليكم، علاش اللون اللي كتلبسوا الزرق؟ انتوما مبدلين. الزي ديالنا. الزهراوي. الزي ديالنا هو هذاك كنلبسوا الدراري الزرق ولا بيض، وكنديروا السلاحم. يعني هذاك الزي ديالنا. يعني هو باش. دابا ثلاثة المرات جيتوا، شحال مرة ربحتوا فيها؟ لا الجديدة، الجديدة دائما كنجيو نشاركوا فيها، تعرف هي ما فيها شاركنا في الرباط شهر 6، تكلاصينا الويتيام في 40 ساقة. خلاص هنا الويتيام تحلى في الدومي فينال في الرباط في المواسيس، وجينا دابا مشاركين عاوتاني في الجديده. هذا العام الثالث كنشاركوا في الجديده. شنو الارتسامات ديالك للصالون الخامس؟ هذا الصالون يعني من البدايه، يعني الاهميه معطيه للفرس، والفرس شي حاجه كبيره عند جميع كاع المخلوق، الانسان كاع الموجود على بسيطه. يعني الخيل شيء مقدس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الخير كله معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه. ها تبارك الله عليكم. عندك ما تضيف انت؟ بارك الله فيك. لا شنو نقولوا لك، اللي نقولوا لك استقبال، نقولوا لك ان هذه الدوره الخامسه ديال اسبوع الفرس بالجديده انها دوره مميزه عن الدورات السابقه، عن الدورات السابقه المعروضات ديالها وبالمنظمين وياسر من المسائل المعده فيها ما كانت عندها تطور. كل عام تجي مسائل جديدة فيها، إضافات جديدة، والحمد لله والحمد مولانا على المغرب، لأن المغرب فيه مسائل تبارك الله جديدة، وتحاور الثقافات وياسر من المسائل فيه، اللي وعرفنا مسائل وعرفنا ناس كنا ما نعرفينها صراحة، والحمد لله عرفنا مغربنا من الشمال إلى الجنوب، وهذا اللي نقول لك. هذا الشيء نساكم التعب ديال الطريق ياك، شحال الطريق تقريبا؟ تقريبا شي 700 كيلومتر، وفعلا السنة هاد الجو جميل، الخضروات يعني الدنيا خضراء، استقبال حار، الناس ديال المغرب كامل كاع من الشمال الجنوب الغرب الشرق، كل ناس مغاربه، هي المغاربه عامه من ناس مضيافين، يعني هذا الشيء عندهم هذه الثقافه يعني ذاتيا كيتخلقوا فيها، معروفين بالكرم وحسن الضيافه، يعني المغرب كامل. شكرا. الاسم؟ الاسم احمد ددوش، من جهه قلمين السماره، شمال المناطق الجنوبيه وبجنوب المغرب. مع العينين سيد علي، من جهه قلمين السماره، مشارك في هذا المعرض في ميدان الفروسيه التبوريده التقليديه. شكرا. الاخ مصطفى خازين، من جنوب المغرب، مشاركين في الدوره الخامسه في مهرجان فرس الجديد. شكرا.